السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله انكم كل خير، معكم اخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. اليوم ان شاء الله عرضنا لكم مميز، شقة عبارة عن دوبلكس بمساحة كبيرة 270 متر مربع وبمدخلين للشقة. طبعا الشقة داخل مجمع سكني فيها خدمات مميزة، مواقف سيارات، جلسات عائلية، العاب اطفال، بالاضافة الى ماركت موجود داخل المجمع. الشقة طبعا في الطابق السابع، هي ماخذة الطابقين السابع والثامن، نصورها لكم بالتفصيل، تفضلوا ويانا. وصلنا الآن داخل الشقة، طبعا مثل ما ذكرت لكم الشقة عبارة عن دوبلكس مساحتها 270 متر مربع، طبعا أنا دخلت الآن من الطابق الأرضي هي عبارة عن طابقين، دخلت من الطابق الأرضي أول ما ندخل على يميننا عندنا الدواليب الجاهزة، الدواليب الجاهزة الأحذية والعبي وبالإضافة على يساري مباشرة عندنا الدرج اللي نصعد فيه للطابق الثاني، خليني أشرح لكم الطابق الأول، الطابق الأول يتكون من أربع غرف بالإضافة إلى صالة، طبعاً هنا عندنا منطقة يعني ما شاء الله تبارك الله الشخص مستخدم يعني المنطقة اللي هي تحت الدرج، وخليها غسالة ملابس، وأيضاً مستغلها بطريقة أخرى عامل فيها مستودع أيضاً تحت الدرج. منها نشوف الغرفة الأولى، طبعاً الشقة مساحتها 270 متر مربع، أربع غرف، صالتين، هذه الغرفة رقم واحد في الطابق الأرضي. ما شاء الله تبارك الله شوفوا ويانا اطلالتها على البحر اطلاله جميله جدا مطلة اطلاله كامله وايضا عندنا الزجاج المتحرك بحيث انها ما تاخذ مساحات عاملها على شكل سلايد مميزه جدا طبعا هذه الغرفه رقم واحد مساحتها ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين كبيره وشرحه منها نتوجه للغرفه او نتوجه للصاله هنا عندنا الصاله ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة أيضاً نظام التدفئة في الشقة تدفئة مركزية الأرضيات فيها باركيه صراحة درجة عالية وعندنا هنا المكان اللي حاط فيها التلفزيون أيضاً عامل فيها ديكور ورق حيطان فطالعة مميزة جداً ما ننسى إنه أيضاً عندنا إطلالة في الواجهة الأمامية كاملة على البحر وأيضاً إطلالة على المدينة شوفوها ويانا ما شاء الله تبارك الله إطلالة جميلة جداً بالإضافة أن الصالة اللي احنا موجودين فيها لها بلكونة جانبية مساحة متواضعة جدا مثل ما انتم شايفين مساحتها متواضعة وأيضا طلتها جميلة ومناسبة نفس إطلالة الصالة تقريبا ميزة الشقة إنها ماخذة ثلاثة واجهات يعني إطلالة أمامية على البحر وإطلالات جانبية راح نوريكم إياها الآن جميلة جدا على الطبيعة طيب نتوجه من الصالة إلى الغرفة رقم اثنين في الطابق الأرضي هنا عندنا نظام التدفئة اللي ذكرتها لكم التدفئة المركزية هنا الغرفة رقم اثنين ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة أيضا فيها سرير الدولاب التسريحة موجودة فيها وأيضا فيها ميزة إنه لها بلكونة بمساحة ما شاء الله تبارك الله يعني الطول تقريبا أربعة أمتار والعرض متر ونص ايضا لها اطلالة كاملة على الطبيعة وايضا تشوفوا جزء من الوادي ما شاء الله تبارك الله الاطلالة جميلة جدا ومساحة البلكونة تعتبر متواضعة ممتازة منها نتوجه للغرفة الثانية نشوفها وياكم ما شاء الله تبارك الله وصلنا للغرفة رقم ثلاثة ايضا مساحة طيبة فيها سرير ومكتبه بالاضافه الى دولاب وخلونا نشوف وياكم دوره المياه الرئيسيه اللي تخدم الشقه وباقي الغرف طبعا فيها المروش الكلوزيت مكتمله وهنا عندنا الحمام الافرنجي اكرمكم الله ومنها نتوجه لغرفه النوم الرئيسيه طبعا ما شاء الله تبارك الله التشطيبات جدا ممتازه في الشقه عندنا ورقة الحيطان خلف السرير الشقه مؤثثه اثاث صراحه يعتبر فخم وايضا نقدر نشوف من هنا وياكم الاطلاله الجميله على الطبيعه مثل ما ذكرت لكم الشقه ماخذه ثلاث واجهات تفضل ويانا نشوف تكمله الشقه طبعا هنا عندنا نظام الانترفون عن طريق الكاميرا في حال اذا جاكم ضيف ولا شيء تقدروا تشوفوهم عن طريق الكاميرا ومنها ان شاء الله نصعد للطابق الثاني ونصورها لكم بشكل تفصيلي وتشوفوها ويانا تفضل طبعا نطلع للطابق الثاني لو تلاحظوا هنا على يسار مباشرة ما شاء الله تبارك الله عامل ديكورات جانبية جميلة جدا وعندنا هنا المدفأة ما شاء الله تبارك الله مرتبة وجميلة جدا عاملها المالك طبعا هنا عندنا الصالة الطابق الثاني يحتوي على صالة دورة مياه بالإضافة إلى مطبخ جميل وأيضا تراس فخم جدا راح نشوفها وياكم عندنا ما شاء الله السقف لو تلاحظوا الإنارات اللي عاملينها على شكل رسمة رسمة الطبيعة فهذه تعطي شراحة وجمال للمنطقة. طبعا نقدر نشوف وياكم هنا المدخل الثاني يعني الشقة تقدروا تفصلوها الدور الارضي والدور الثاني. هنا عندنا مدخل ثاني بالإضافة إلى دورة مياه النظام الأرضي موجودة في الطابق الثاني تخدم الطابق الثاني. ومنها نتوجه للمطبخ. ما شاء الله تبارك الله طبعا هذا من اهم اجزاء الشقة المطبخ كبير وشرح جدا ومستخدمين فيها اللون الابيض واللون الاسود معطية جمال لو تلاحظوا حتى غسالة المواعين عاملينها على نظ... يعني نفس تقريبا اللون للدولاب بحيث انها تعطي شكل اجمل وهنا عندنا الفرن بالاضافة الى الثلاجة ماخذة ركن وصايرة جميلة جدا طبعا نتوجه لاهم جزء موجود تقريبا في الشقة ألا وهو التراس طبعا التراس ماخذ تقريبا جهتين من الشقة نقدر نشوفها وياكم يعني ما شاء الله تبارك الله التراس اللي أنا واقف فيه الآن مساحتها لا تقل عن ثلاثين إلى أربعين متر مربع تقريبا عندنا هنا الدواليب نستخدمها كخزانات جهاز للجري ممكن نستخدمه بالإضافة إلى إطلالة يعني جميلة جدا على الطبيعة من الركن وايضا نقدر نتوجه للجهة الامامية طبعا حاط فيها الفاصل ممكن نسكرها وممكن نخليها مفتوحة ندمجها مع بعض هنا عندنا التراس الامامي وهذه منطقة مميزة جدا وجميلة جدا الجلوس وعندنا هنا نظام التدفئة اللي يسموها السوبا طبعا النظام القديم هذه تعطي يعني هم جمال وايضا يعني تزين المكان وتدفيها في وقت الشتاء طبعا المنطقة مغلقة بالزجاج المتحرك بالكامل تقدروا تفتحوها في الصيف وتسكروها في أيام الشتاء ما شاء الله تبارك الله عندنا هنا منطقة لغسل اليد صغيرة وأيضا واجهة أمامية كاملة على الطبيعة والمدينة والبحر ما شاء الله تبارك الله طبعا إطلالة هذه دائمة لا يمكن إن أحد يغطي عليكم فيها والمنطقة مركزية أيضا نقدر نشوف مول الفورم من خلال الإطلالة الأمامية وفي نهايه الفيديو نحن نشكركم على حسن المتابعه ولا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد وايضا لا تنسوا صندوق الوصف دائما المعلومات تبع الفيديوهات اللي ننزلها تكون موجوده بشكل كامل والاسعار ايضا مسجله ولا تنسوا زياره صفحتنا حتى تشوفوا الفيديوهات الجديده ودمتم في امان الله <applause>